هلو جايز، مساء الخير وحياكم الله بحلقة جديدة البارت 2 نقدر نقول. انتي ليش كل ما نبلش بالتصوير متيبسة طالعي الكاميرا كذي؟ شفتي شلون الجزء الأول شلون كنتي متيبسة وطالعين شي قاعدة؟ يعني خليك ريلاكس. اوكي نادينا خلف كواليس وما راح اقطع الأغلاط وهذا، بس ليش تيبس؟ ما ادري يعني أمانة. شوفوا اللي ما شاف الجزء الأول الحين قاعد يشوف الجزء الثاني، مما خاف كويس يدش الجزء ويشوفها شي قاعدة. يعني خلاص خلف الكواليس يعني قاعدين، لا مونتاج أسوي ولا أتعب. شوف من الكاميرا شي تشكك وأحطها بالمونتاج، وانت يوم شفتين صدمتي شنو عبالك بسوي أنا؟ زوم إن وزوم أوت. فاضي أنا أسوي زوم إن وزوم أوت؟ توقعت يعني توقعتي، بس أنا فاضي؟ لا أكيد لا، ما عندك وقت. ما عندي وقت خلاص، بس وصلنا حق كواليس اسمها كواليس. جايز حياكم الله بحلقة جديدة، الحلقة نقدر نقول عنها الجزء الثاني مما خلف الكواليس. هالحلقة هذه تفصلنا بعد معها حلقة واحدة حق الحلقة النهائية، فخذينا الأسبوع اللي طاف الضيوف ملوت شهر 1 و2 و3 و4 و5 و6. هالحلقة هذه رح ناخذ ضيوف أي أشهر؟ من شهر 7 لشهر نوفمبر. من شهر 7 لشهر نوفمبر؟ زين من شهر 7 ل 11 يا 11 نوفمبر واحد. لا مو واحد، هو أنا أحب هالشهر. كي ما يخاف تحبينه، من شهر جولاي يوليو لغاية نوفمبر، من شهر 7 لغاية شهر 11. أوكي بس كذي الواحد يسوي. خلونا ناخذ ضيوف شهر يوليو. كانوا منو بالضبط معنا؟ كانت الشيخة بشاير الصباح، ووراها كان بدر دشتي، وبعدين أنفال العيدي، ودايركتلي بعدين وراهم انتي كنتي مبططة. وشوفي شلون طلعتي منه. اي لازم، ليش يطلع؟ لاني انا. لانك انتي زين. قامت تعترف قبل، ترى ما اعترف 3 سنين، مطلعت لي قرون 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 وشفته بالاغلاط شلون، بس انا قاعدة اسفل فيها. كانت شيخة بشاير الصباح بشهر يوليو، بعدين بدر دشتي، بعدين لا بس هذا قبل، بعدين مهدي باقر. برنامجي ولا انت برنامجك؟ برنامجك. انا افهم فيه اكثر صح؟ اوكي. انت طلعتي لي فيه قرون سنة كاملة صح؟ صح. بشاير الصباح من وراه؟ لفوق تبي؟ بشاير الصباح، بدر دشتي، أنفال عيدي، وبدر عيدام. شوفوا ما خلف كواليسهم. ستارت؟ أنا راح أذبحك اليوم. يلا let's start. Be who you are وراح نشوف الجمال اللي فيكم. This is one. Number two. ما أدري شلون أصيغة لك، بس can we make cut؟ لا حين شفتي الحين إحنا وقفنا. Okay. شفتي لما أنتي. Because I forgot. Yes. I can put it again. You can put it again. لأن نسيت. عشان كذي. اوكي وقفي لي الكام، راح اخلي انا شذي تعطب الاغلاط. اوكي ما راح اشتغل عادي. تبع ان شاء الله تقعدين زيون. ما بسوي تيست خلاص. اوكي لها. الو 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 الو، اخذي راحتك. انا اللي بجاوب مو انت. انا اللي بجاوب. لا لا ما راح تحط. لا لا اوكي. لا شنو؟ شقول؟ تابعوا حلقتي على فاشن هاوس أو دييغو أم فاي. فل. لا
انسان عادي، انسان طبيعي عاشق الجمال. That's it. وايش رايك؟ لا رايي مثل رايك بعد عمري. طبعا عمرك جدا. يلا. وبس هذا هو. بس ال حركات ولا لا تحكي الحين. شفت السايلنت اللي صار عندك؟ أي. عادي راح اقطع وادخلك بعد هذا. ارتاح بدا. ايش بح العاده المتنيه زي ما راح تشوف الموضوع. انا عادي صح؟ ليه عادي؟ بدا. انزين، رساله حابه توجهها حق كل من قاعد يشوف حلقتك على الفاشن هاوس اوف دييكو. سوكت بس خل افكر السؤال. دوري. حطيت انا هذا راح اسوي فيد على الصوت. تفضل. انا نفس قصتي. عاش هذه. خلي الايباد بلاش اسمه. طبعا احنا دشينا برد برد برد، والناس تعودوا ان احنا نصور حلقات الفاشن هاوس قبلها بشهرين وثلاث اشهر وكذي، بس هذا التصوير ترى ريلي فريش. يعني احنا اليوم يوم شنو؟ يوم الاربعاء. الاربعاء. ومتى بتنعرض الحلقه؟ يوم الجمعه. يعني كم يوم؟ يومين. يومين. وانتم متعودين ان كانت الحلقات تتصور من زمان واجهزهم. فواوي شنو قاعد تسوي هناك؟ ايش قاعد اصور سناب. الناس تعودوا ان الحلقات عندها هني بروفيشنال وما في اغلاط وبس كاميرا. الحين قاعد اقول خلف الكواليس احنا ناخذ راحتنا، ومطلعت لي انت شنو؟ قرون. قرون ليش؟ ما ادري. انا مخلي الناس يشوفون اساسا. انت ربعنا عرفوا انت شو مسوي الحين، لازم الناس يعرفون انت شو مسويه فيني. انا قاعد اموت، انني بسكرات الموت. شكون قدمي الشهر اللي بعده. اي شهر خلص انت؟ يونيو. اي. وصج اقدم تحيه حق سبونسر شهر 7. منو كان؟ انت طلعت لي قرون، فبالمقابل انقذيني لاني انا شوي ناسي. منو شهر 7 كان؟ كان نواف المصور. نواف. اي اوكي. كان نواف، تحيه حق نواف المصور. الشهر اللي بعده اي شهر؟ أغسطس 8. منو كانوا الضيوف؟ الضيوف كانوا نونا موديل، بعدها كان حبيب البخصمي، عقبها الأنيقة دلال معرفي، بعدين ساش ديزاين، وبعدين آخر شيء فاطمة المنصور. منو كان السبونسر حق هالشهر؟ غدير مصور، غدير الحداد. برافو. انت بالسنسة طبعا انك قلتي اجابه صحيحه عشان ما تطلعي القرون على القذله. انزين خلونا نشوف الكواليس شهر اغسطس اللي طاف. رسالتي بشنو مثلا؟ حق المشاهد. حق المشاهد اتمنى ان يكونون مرتاحين. ما أدري محمد. أجين اسألني أنا أفكر. نو. إيه اليوم إيه. أجين كات. 1 2 3. وان تو ثري كي دي دي. جو 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 جو. أكثر أغلاط. يلا انزل. لا تكفى. انزل. احب مساء الخير، تابعوا حلقتي مع فاشن هاوس اوف دييغو مع المذيع محمد. شنو؟ شنو؟ هاي مع المثل لليوم. والله هاي الهاشتاج. بغيت اقول هاشتاج. هاي مشكلتي اعطيتي نفس النبره والوي. اي هاي. لان لا تشوف انا ايش كثر استعبط بسناب شات على سالفه اسوي شيء هاي. يلا اوكي. تابع حلقتي على فاشن هاوس اوف دييغو معاكم الموديل نور. لا لا استعبط. لا لا
تكفى. لا استعبط. انطر اكيد راح اكون انقيهم اول شيء. وش اسمه اخذ ال... يعني انا اوريدي راح اكون شاري يعني انا no problem راح شمال حلقة أول مرة أنا أعطي بدليات هالكثر. دوس دوس بدليات. سكري. تابعت بس عادي الله أطول. استغفر الله والله صح طقنا أنت بس انطر شيء. تابعوا حلقتي على فاشن هاوس أوف دييغو. ما لا ليش ليش الموضوع ليش الموضوع اوف دييغو حلقه جديده شهر 7 استفتحها نو بروبلم. دوري شو اسمه الصوره اضحك. لا لا بس قولي قولي الله يحييك وهذا اوكي نو بروبلم. الحين راح اخليك الله يحييك نفسه. الله يحييك يا هلا محمد بلا بلا بلا. وانا هاي المخصم نسيت والله نسيت. لحظه لازم شي اقول. لا تقول لازم شي اقول كمل. تقوى عيد عيد الموضوع هذا عيد. راح احط عليك المايك بما انه قدرت حبيب البصمه بما انه شويه خلاص شويه عيدي. لا 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 زين شو كان قاعد تكلم هلو جايز مساء الخير وحياكم الله بحلقة جديدة من الفاشن من السماعات سايلنت. على صديق راح يطلع هذا ضمن الأغلاط اللي متعودين عليك بسناب يشوفون يسمعون صوتك بس من وراء السناب الحين راح يسمعونه هنا اكسبيرينس. السؤال الثالث تعودوا دائما المشاهدين المخلصين انا اشكركم على هالسؤال هذا ومن وراء الأسئلة. ما اقدر اتكلم ما احب الهواء يدري فيه. يلا غلطه. طلب جدا بسيط. بسيط تم تم تم. راح اخذ السؤال اللي بعده لكن قبل ان اخذ السؤال راح نطلع على فاصل بسيط يمكن مدته 10 ثواني تشوفون صوره ابيها 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 ابيها. لا لا ما راح اصورها اصورها يبغى خده ثانيه الا فيها. لا 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 والله ما راح اصورها. لا ما احط لك ليش ارجع احبها بس انحرج وريح ابي شيء نو انا ابي ابيها صافي راح يكرهوني الناس. حاول تبسط خفيف. اوكي جايز نا ايش تبين؟ اهم شيء ايش تبين؟ اوكي جايز ناخذ كويستشن نمبر 5. بتسافرين صح؟ غلط؟ غلط؟ نسيت خربط بين الاثنين. نو بروبلم. خلي 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 خلي. اوكي نو بروبلم. لحظه لحظه سجل قبل فيك. لا عم نسجل وانت جاهز عشان الاغلاط. شفني على طول حطيتها. ابي ساش عشان اخر حلقه لما تنحط يطلع البوستر مال حلقتك عرفت يطلع وراها الاغلاط هذه اللي قاعد يشوفونها الناس الحين. ما في تمام اوكي ايش لا لا قبل ما شو اسمه احس صديق على اللون الاسود لابسينه راح يشب البرتقالي اذا جبته هني شي يسيح شي يسيح يسيح الكنافه 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 اخ جاي بس صراحه انزلك بيت 80 ما لحق تعمل ولا شيء. يلا منيح عرفت المره الجايه اجيب كنافه.
سوري الاغلاط راح احطهم. Again I didn't mean sorry. لا عادي عادي بالعكس انا اصلا ابيك تسوي اغلاط. اغلاط شو؟ اساس في فيديو ان شاء الله راح يكون اخر شيء موجوده في كل البلابرز الريكابس بلا بلا اي شيء. sashdesigns.com follow me. ستايلات تختلف ما قاعد تروحين على الكليشيه ثينجز اللي نفس الناس. احترق الليت طفي. برافو اعطيني لمبه ثانيه. اقول تابعوا حلقتي على اهلا شوفوا انا عندي جاي سجل كانت قاعد تصور سناب شنو لا مستوب يلا كلوز. متى اكتشفت موهبه ال يعني شلون ايش لحظه دقيقه استوب شنو قاعد اقول انا حلو هذه غلطه نعيدها. سكري سكري لا تصورين سكري. حطيتي هذا. هاي جايز مره ثانيه رجعنا لكم. رهف ثانك يو قاعدين نسمع اغنيتك بوم بوم تلقونها على ساوند كلاود الكلاود مال رهف. الشهر اللي بعده بسرعه اساس الناس ما نطول عليهم. شهر انا اسميه شهر اللي فازوا. سويت تصويت على الانستغرام ان منو تبون اقابل منو فاز فيه. سعد مقدس. سعد هلا جون اقدم لك تحيه شخصيه جميله تعرفت عليها وهذه الشخصيه انا ما اخترتها ضمن البرنامج. بعدين كان اسوي مسابقه مو تصويت مسابقه سلمكم الله ان شخص يشارك بالاسئله وبالسحب نشوف بنيه واحده وصبي واحد ومن المسابقه هذه فاز صبي منو كان حامد حمد. الحين ليش تسوين بعيونك كذي وتسوين ايش قاعد تذكرين وانت التليفون بايدك وانت تدرين نوير انا عيني على نوير لا ابي انا الصبي حامد حمد اي حامد من السعوديه اقدم لك تحيه وصل من السعوديه لي عندنا هني اساس بس ان اصور حلقه ثانك يو سو ماتش والعفو هم. بعدين كانت تصير بدايه معرفه جميله حق واحده تملك قلب الكل قدم لك تحيه اللي هي نوره بالالف انزين نوره الكل يطالعني. وبعدين اخر شيء كان اختمها بضيف شهر هذا اي شهر 9 غريبه ما قلتي سبتمبر سبتمبر كان منو اخر شيء زينب العلي مصممه الازياء زينب العلي اختمت هالشهر هذا. خلونا نشوف خلف هالكواليس هذه ونرجع لكم بعد الكواليس. يعني متى بنرجع يعني بالله بعد كواليس شهر 9 هنشوف. احنا الحين ما بشرى وراح احطه ترى بالنهاية هذا راح احطه بالنهاية حطه يبا عادي بس هذا هو الحين كل شيء راح يصير فيه وراها هلجون. انستغرام دشوا على انستغرام سعد سألوا محمد كان يقصد منو حزتها. خلوني اخذ السؤال اللي بعده. انظر شوية اوكي جايز بالنسبة حق انا ترى فيني طب اول ما اشوف ناس اذا بس خلاص سانس خليت معاهم تلقاني اطقهم واسوي في ناس ايش اسوي اقول لهم اوكي بعيد يلا في ناس شي عندي ضيوف افتح النفس يلا انت حسابك عسير عندي نطري تراها راح تطلع بالكاميرا احطك تسوي شي ويك انا اوريك والله العظيم. واتساب جايز يلا نبلش
اوكي جايز فيذر باي فيذر. سعد لو قلت لك براند بس بس شنو اوكي جايز خلينا نقول ان انا ما ادري شنو سعد بيسالني، لكن السؤال العاشر انا دائما اعطيه حق الضيف، ان لو ببالك سؤال ودك تسالني شنو هالسؤال الحين. السؤال شنو نظرتك فيني انا كشخصيه، والسؤال الثاني لا عيد عيد نعيده. عاد اول سؤال انا اجابته موجوده على طول وسهله. إيه نبدي. اوكي جايز ناخذ question number 3 بالنسبه حق الترندز والهبات. هبات بالديره عندنا هني الشباب مرات يهبوا لك يمكن بلزمه. انت الاساس يقول لي حتى صامت هو ما حتى صامت. ها ها قاعد اصور ربع السؤال احترق ما حاطه سايلنت اللي احنا نعرفه، لكن السؤال اللي ينقال كنت متنح ما سمعت. ايدي ايدي فاشن كشكل عام انت منو؟ ما ادري شنو هاي راح نحط من الاغلاط. زين شنو لا يلا تحسي تين شو تحسين؟ ما في كاميرا دي. يس اي تين شو سيفيج طالع الكاميرا شوي انه طالعيها اخذي راحتك فيها. اوكي تخيليني ان انا فريند. اوكي اوكي كلوز اعطيني اوبن مره ثانيه بليز. ماكو احد؟ في احد؟ لا ماكو. يا اوكي Let's go. اصبر خلي من اليوم لا 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 اصبر شوي. اوكي خلي نسيت نسيت اصبر انا ما ادري ليش يعني كويس انا قاعد كان يقول زين كذا اصبر يلا. اوكي تابع حلقتي على فاشن هاوس اوف دييغو حامد الانزي. لا تطلع صوت. تابع حلقتي على فاشن هاوس اوف دييغو حامد الانزي. يلا اخر مره احترق. اي تعرف تذكيره البن بدل. والله العظيم زينب شنو عم صدق حاطه ايدك على جوتي الحمد لله والشكر. ايش فيك؟ هذا كله راح اسويه بشيء ما شفتوه. اي صدق حاطه ايدي على الجوتي. بعد صدق قلت لهم بعد الناس عاوزين كده. طبعا هذا من تصوير حلقة زينب العلي حق شهر 9. انتوا قاعد تشوفون الحين بشيء ما شفتوه behind the scenes والبلابرز. اي والله الصورة وينها؟ الصورة وينها؟ عاد انا اطر منك بدليات. ليش؟ عاد انا مو البدليات. صدق؟ والله ما شفت للحين. لا انا مو البدليات. انا ناطر وشوفوا بعد هالفيديو اذا خلص يعني ماكو بدليات، اذا في وراء شيء يعني بدليات زينب العلي. بدليات كلوز بفصخ العدسات عوراتي بفصخ العدسات. اوكي ليتس جو. لا حلوه. لا انت وايد تخرعني. لا لا اوف عليك زينب العلي. اوكي يقولوا لي اوت اوف كادر، في ناس قاعده اوت اوف كادر يقولوا لي بردي كبدي. قلت لهم برد كبدي برد كبدي. لا بالعكس بالاخير انها قاعده تبتسمين هذا المطلوب. والله والله وبغيضك. والله هذه قلت لك ما ذي قالت لي برا بروفايلي. يلا يلا نجو. انا ما بغيت ان ادخل اي مناف اي عن مناف سلمي لا بغيت ادخل شيء جديد عرفتي. ابي الناس تموت، ابي الناس تفهم انه خلاص ستوبت. هذه انسانه امراه عندها رجل ناجح وعندها حياه. هذه رساله فاشن هاوس اوف دييغو. وايد ناس يسوونها فاشن ولبس عرفت. فرسالتي انا اي بس ترى تدري يعني يعني شوف هو من الناس اللي حتى في هو
ما انا ادري اعرف مناف ما يصير. انصدمت يوم تقبلني بالمكالمه؟ لا لا هو متقبلك من قبل الحمد لله. تذكر يوم صدمني يوم قال لي قلبه. انا بعد صدمت لان مناف وايد منغلق على دائرته وما شو يتكلم يعني في اشياء وصل ان هذا شو وقال just something big. yes I know. ممكن انا لا مو بس خجول هو بعد ما يقول يعني انا يوصلني من برا الناس ان انا شنو بالاسم هو جدا مستحيل اقصى ما عنده يعني لما هاي تابعوا حلقتي مع محمد دييغو في هاو فاشن فاشن هاوس اوف دييغو. اوكي يلا اقول قولي هاي جايز انا راح اعطي سبورت حق ناس عزيزين علي فهذا السبورت سلمكم الله راح يصير ان شاء الله الحين في عندنا زميلي خلينا نقول صديقي بنفس الوقت يوسف الطاهر قدم لك تحية على مجلة 2 شيء جميل شيء جديد شيء جدا جبار في عندهم ان شاء الله ايفنت حق فيلم وهم مصورين مجلة 2 اسمه شهرزاد خلونا نشوف هالفيديو ترى سريع الفيديو خليكم شوفوا مدة 15 ثانية شوفوا ونرجع لكم مرة ثانية It's not that he didn't know the truth. He just chose to live in his fantasy. رجعنا لكم جايز طبعا انت هذا على الاقل تنفيس عن الغضب والالم اللي تسوينه فيني طول هالسنوات هذه اللي عرفت شي 3 سنين والسنه فاشن هاوس اوف دييغو راح نفسي تقومين تسكرين وتردين ولا انا مو عايزاني اذكرين اول حلقات بروحي كنت اقوم انا واسكر انزين اي شهر الحين؟ شهر 10 اكتوبر منو كان؟ كان معانا الميك اب ارتست نادي الشطي عقبها هديه جفت عقبها طالعين طول الوقت مسويه روحها يعني شاطره وحافظه ماما هي تمشين اوكي حافظه يعني طالعين عباس الموسوي بعدين كوشري تايم سوسن برونزاج خلينا نشوف كواليسهم لا هذا ما يتسجل بس والله قريت مشي على سريع اوكي جايز كويستشن نمبر 2 عرفنا ان نادية تميل للكلاسيكس و كني قطيت بدليه يا يا نو بروبلم كيف ات تابعوا حلقتي لا راح ترتاحين اكثر اذا ناقشت راح تنسين ليه متوتره شوي ليش ما ادري راح تشوفون هذا كله بالسبيشال اديشن اعتقد بالفوليوم 2 او فوليوم 3 قبل الحلقه الاخيره يا نبلش انا ما قلت لك السؤال السادس فراح اعطيك الحين كل شيء طف طف ليش الله يستر راح تصدمني لان بالبدايه قلت لي شنو الاسئله الحين ما راح تقول امانه مو احسن هم صح اجاوب بعفويه اكثر منو معنا باللوكيشن اليوم جايبه اعزر في جاتي منو فاطمه وشذا عاد فاطمه وشذا قاعدين والمشكله ان كلهم مطقمين ابيض انا اكثر لون اكره الابيض اكثر لون بس اليوم لبسته لجلنا شوي اقايش مع علاء وعنابي بعد على الكلتش يلا بلش ما نسيت هذا كله لازم اساس انت ما قاعد تغلطين فلازم اضمن لك لو دقيقه فيها عرفتي ظهورك بالسبيشال اديشن اوكي ويلكم ريلي ريلي يس يعني اوكي بلش هذا اللي اقول تابع حلقتي
تابعوا حلقتي على الفاشن هاوس اوف دييغو معكم عباس المسوي. تبي احبها هذه؟ عادي صدق والله عادي عادي حبيت. يا جماعه محمد مش مديني راحه حتى خمس دقايق ورا بعض ورا بعض ورا بعض. مدين ليش؟ لان عفويه. على فكره عايزه اقول لك على حاجه، انا يعني متعوده على الكاميرا بس مش دايما اكون كده بجد، حتى انا وايد مستنسه وحاسه ان انا في بيتي بجد بجد والله يعني والله. بعد راسي هذه الروح الطيبه صدقوني والله. اوكي قبل ما يبلش محمد انا راح اقول لكم حاجه، انا جايبه معايا كيس ومش عارف جواه ايه، ترى والله العظيم جواه كشري. كشري هذا شو انا احطه؟ راح احطه بالاغلاط مالت شهر 12 لما تنعرض سبيشال اديشن. اغلاط ما خلف الشاشه، البدليات وكذي، هذه من ضمنها. انا لسه ما عنديش بدليه. لا هي مو بدليه، هذا الشيء بس الناس ما بيها تشوفه بالحلقه، بيها تشوفه بعدين. بجد؟ اوكي اوكي. كشري تايم. كشري تايم. كلوز انا احمد. كلوز. يلا تعالي اقعدي. منو أتي لما بناديك من بعيد؟ ما أقول اسمك، شو أقول؟ أي واحد، أي اسم فيه؟ ليش في وايد؟ أي لا في اسم الكل يعرف لما أقوله، حتى البنات ما يلتفتون، كلهم يدرون إن أنتي. أم بطل؟ نو. أنتي. أي أنتي. مو أنتي أنتي. شيء تقعد هناك بعيد وأقول أنتي هذا ستي. أي شهر الحين؟ 11 نوفمبر. إذا قلت 11 ليش تحبي شهر نوفمبر؟ هل تسمو حلش؟ الميلادي قلتها أنت. My birthday. واو خلا كل الناس يدرون تبي هدايا. زين. قدميهم منو كواليس منو الحين راح نقدم؟ عبد الله الجناعي، عقبها الموديل شيماء. عقبة. عقبة. الموديل شيماء صح عقبة. أوكي. بعدها عندك المطرب محمد السراب. المغني. مغني. بعدين المغنية شهد الناشي. وهني نكون وصلنا حق آخر كواليس ونكون خلصنا كل ضيوف الفاشن هاوس أوف دييغو. تعودتوا علي رسمي وايد، لكن ترى أنا إنسان أحب أضحك، وقاعد تشوفون بالكواليس إن أنا شلون عفوي، فلي ماخذين عني نظرة ترى والله أحب أضحك وماخذين الدنيا بشيء محترم ما نتعدى فيه على أي حقوق سمع أو مرأة حق الناس. نعيش الدنيا لكن ما ننتهك حرية غيرنا. طلعيهم على الكواليس. شوفوا الكواليس. شوفوا الكواليس. أوكي جايز. لا لا كمل كمل. كمل روح. عادي روح. اوكي اوكي جايز، حاليا معنا محمد دييغو. اسالك سؤال صدق صدق راح اسالك، عندك الحين ايفنت زين؟ والله ما حافظ اسئلتك بس اللي اعرف عندك ايفنت ايفنت. اوكي جنطه سفر ثلاث اشياء تحطهم، هذا اللي حفظتهم بس ومجهز بس حق هذيل. يا حياك الله حلقة حياك الله أبوي. لا 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 أنت قاعد عيل شو تقول عني على النجاح؟ أنا قاعد أفكر صدق أبوي، لأن قاعد أطالع هناك واحد جاي يطالع طول الوقت وأعرف شوية. يلا أحط عذبي ينحط ينحط عذبي قال ينحط. كلوز اوبن مره ثانيه. شنو يا لا هادي هادي يعني نصور جدا طبيعي نصور. اوكي هاي اساس الاغلاط، اخر حلقه عندي اغلاط فلازم عندك اغلاط. اقدمك؟ لا بس راح اوكي تصير المقابله. يلا اوكي. واذا في بدليات وشي قول ابيه ومحتاجهم. عادي خلك البدليات. حلو اوكي. شنو؟ ما كنت سامعك بدليات. فدرو مع عبد الله الجناعي توأمي اليوم باللبس. حلو لو قلت لك براند
براند. كات وهقني انجليزي يلا سكري. قول السلع احلى يطلع كل شيء. يعني براند براند يعني ماركة ملابس. كيف؟ جو جو عيدة تحط هذا كله مال بدليات مال بدليات وبعد نحطه. سجل؟ يب. أبيها تغلط مو راضي تغلط. ليش ما تعطينا غلط؟ ليش أعطي أغلط؟ إنه بدليات وشي؟ لا لا الله لا يقوله. نبي نحطه بالحلقة شو اسمه السبيشل آخر شيء. إن شاء الله لا. إن شاء الله. قاعد أحاول إني أتكلم شوي شوي. أبيش كم بسرعة؟ شو مش كم بسرعة؟ ماكو؟ لا ماكو. ماكو بس هذا راح تشوفونه بالحلقة الأخيرة ما خلف الكواليس. تابعوا حلقتي على فاشن هاوس اوف دييغو. شيماء الله 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 الله. ابي اغلاط يا اخي ابي. تابعوا حلقتي على فاشن هاوس اوف دييغو. يلا انا سالت والله خلاص. تابعوا حلقتي على فاشن هاوس اوف دييغو. شيماء عادي قط بدليات عادي. اوكي. ما بتبدل بالكلام؟ لا ما راح ابدل. صدق؟ ايه ترى طلع صورة الفرق. اي طلع. جود جود جود. شيء ما شفتوه هذا من ضمن خلف كواليس الفاشن هاوس اوف دييغو وحلقتنا اليوم مع الاورنج محمد صرف. قول. شو اقول؟ شنو الاورنج؟ وانا بوترك. اي شنو الاورنج قول لي. شوف ارجع الحياة طلع لك. ايه. وهقني زين. ما ابي اضمنك انا بالحلقة. ليش قاعد طالعني؟ ناطر سؤالك. ايه وهقني. يلا نروح. شنو السؤال الثالث نسيته؟ ايه اوكي. الصراف راح اسكم الله التويلت فانا بعزف الحين بشوف اعرف اعزف ولا لا. لحظة لا في ايش يسوون هم شغلة هني. اوه لحظة يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا تغيرت معدتنا الأول. ها ها لا لا تصوريني سناب. لا تصورين لا تصورين لا تصورين لا تصورين. ها انسى الزعل انسى اللي راح انسى الألم انسى الجراح طمني بس. تشك 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 تشك. أنفع مغني صج حلو صحيح ده ما في. أنت طبعا داير. إيه لا شو والله أنا أحبك هذه. لا أي أعلى نوت التينك هذه. أوكي يصير تشوف واحد يقعد يعزف خلص زين تينك ترتي هذه. يا دائما بالبيانو يسوونها احبها يضحكون علي تصدق لما اسويها اخي يروحوا طيك كلهم كاك يضحكون. كان انا اختم جميع الاسئله بسؤال واحد حق الضيف. سؤال ودك تسالني اياه.
السؤال ودك اللي ودك اسالك عيده اكيد عيده سكري وعيدي كنت ناطر هالبليات تابعوني في حلقه الفاشن هاوس اوف دييغو حمود جاي سجل سجل شفت شفت شلون مالك شغل محتره شكلها مبين اي وايد قول عني ان انا ما مبلع اخر شيء اللي عفك ما يثمنك شنو هذا اللي ما عفك ما يثمنك شنو هذا وعشتو ايش هالعبو منو هذه هي والله الله يهداها منو هي هي سما اختي سما اختك شوي يعني زانطه نفسها بهالحجاب هذا اخر شيء ما تشرب ردبول بوعود ايش دراني ما ادري تقول عنك انها ما تنبل عليها زور وهي حتى ما تعرف تشرب بعود عادي اللي تنبل وي وي لا لا تغشمه لا هي قالت حمود صدق يعني اللي ما يعرفك ما يثمنك اول ما شفتك ما صارت فيني اني اقدر ابلعك كان وايد ناس يقولوا لي شيء يقولنا لاني فارض حد يمكن او كاريزمتي شيء حاده تخلي البني ادم قدامي ان انا مو فاتح مجال بس ترى والله يا جماعه انا يمكن الحين قاعد تشوفون خلف الكواليس راح تنصدمون الفاشن هاوس اوف دييغو وايد بالنسبه حق السؤال وبالنسبه حق هذا والرد والفي عود انا وايد ترى عفوي واضحك واتغشمر وشيطان وش ماخذين بالدنيا بس قاعد تقول ما انبلع ليش؟ ما تشوف شر هي ما تنبلع صح؟ قلت لك خلنا نطلعها خلنا نطلعها انا ارد عليك تسمى الحين قاعد طالعين والله قاعد طالعين هالحلقه بقولك ما تبلعيني قصي فيني قصي 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 في بس على الاقل هالجيل هذا صادق هالجيل هذا ما يقول ان انا ما ابلع وما ادري شنو ليش ما انبلع هب لينن انا صح؟ صح عفويين بعد وكاننا قاعدين نسولف ايش حالاتنا؟ والله اللي ما ينبلع اللي يشرب ردول بدون عود تابعوا حلقتي لا لا لان نسيت انا شنو بقول تابعوا حلقتي على الفاشن هاوس اوف دييغو مع محمد لا لا محمد تابعوا حلقتي على الفاشن هاوس اوف دييغو شاهد الناشي انزين وبعد شوي دلوني جاي يسجل اذا عندك بدليات وها عادي كلنا صح اوكي صح متوتره شوي بردانه ليش بردانه والله بردانه ليش تماده ان شاء الله هداك لا مو متعوده ما احب البرد ليش ما ادري قاعد ارجف من البرد ولا متوتره لا من البرد اذا ودك لوكيشن يفضى ولا نضل شيء ودي قولها اوت ممكن ممكن لا شويه بس لا 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 شوف شوف اها انت ما تشغل انسي ان في ناس وطالعي بس الكاميرا وطالعيني مو لا انت قاعد على يميني فانا لازم يصير الاتنشن كله عليك فانا مع اللمحه راح اشوفها راح هذا نطري اخذ على الوضع شويه وتعالي انطلقي من ورا مالك شغل قدي مالك شغل قدي صرت خاطرك هاي جايز شفتوا كل الكواليس وقاعد تقولون اوخ خلصوا نو في حلقة إن شاء الله الأسبوع الجاي راح تكون إن شاء الله البست أوف راح تكون الهايلايتس وراح يكون ما في القلب كلام صار حوار أنا ما حطيته بالحلقات لكن هذا حوار وايد قريب وخلنا نقول تفضفض من بعض القلوب اللي قابلتهم بالفاشن هاوس وفي بعض المشاهد وعدت فيها المشاهدين اللي متابعين برنامجي على اليوتيوب فاشن هاوس أوف دييغو إن هالمشاهد هذه متى راح تعرض آخر حلقة من الفاشن هاوس اللي هالحلقة متى راح تكون؟ الأسبوع الجاي الجمعة الجمعة الجاي من بعد هالحلقة هذه راح أكون أنا قاعد أجهز لها يس معها أبيها شنو أبيها؟ لما تتابعوا الحلقة راح تعرفون شنو أبيها زين أم سويت لكم تشويق صح؟ لا يطيح لا يطيح خليكم معنا إن شاء الله ليلة الأسبوع الجاي راح تكون آخر حلقة من الباكج ما خلف الكواليس إن شاء الله راح يكون فيها البست أوف اللي حصل بالفاشن هاوس نعيد مشاهد جميلة وهم في مشاهد أنا مو عارضها
راح نعرضها، بس طبعا هالمشاهد انا ما اقصد فيها الاشياء اللي تكون اساءة حق احد، لا انتم تدرون فيني انا بعيد عن السوالف هذه. وايد راح يدشون علي بالدايركت بالانستغرام او بالسناب، راح يسالوني محمد الدس هذا من وين؟ يا جماعه الله يخليكم والله ايش كثر اتحكى واقول هذا من الدو، من الدو، وفي هم لمحت بكليرز وهم بسوق المباركي يا في منه. ما عندك شيء تبي تقولينه؟ اولا ثانك يو حمود على كل شيء. مثل everything. مثل ذكري وايد اشياء محمد، يعني اذكر شنو ولا شنو؟ راح انقص حق شيء. ابي اكثر شيء وقفتك معي. عادي اوقف مع الكل انا. شيء انت بس معطيك اياه انت. شنو؟ الصبر. فتحتي باب، انت فتحتي باب. ثانك يو. عندك شيء بتقولين تقدمين شكر حق احد؟ اشكر هديل ملك الميك اب ارتست اللي هي اليوم حطت الميك اب. ثانك يو اخت هديل. صدق اي قواها الله. بس انا عندي سؤال، ليش الميك اب ارتست يقعدون 70 سنه على ما يحطون مكياج؟ شو السالفه؟ ولا انت بارده هم؟ يساعد عملية كيمياء، هي تطول وزينة تقعد 70 ساعة، فتقعدين 70,000 ساعة على ما تحطين ميك اب. بس هذا ناتشرال طبيعي، خير يروحون كل البنات يحطون ميك اب، خلينا نشوف ايش كثر ياخذ وقت. اي دون نو ترى والله انا ما احب انتقد شيء، بس قواكم الله. والله ما اتحرك من مكاني، قاعدة وساكتة وناطر الميك اب لين يخلص. وهذا هو الناتشي يضيع الوقت. I don't know. بس يعني هم يحطون البيس ينطرونه يتشرب، يحطون الكومباكت وايفريثينج يتشرب خبزه طبق، لان ما ادري هم لهم حسبه معينه لما يحطون الميك اب والكونتور، يعني وايد اشياء، الصمغ على ما ينشف، يعني امور وايد ترى. شو هوي هاي وسيله صارت يعني. ما ادري اسال الميك اب ارتست، لا تسالني. الله يخليكم، خلصوا المكياج بسرعة، لأن مرات يكون عندنا مواعيد، يعني حق يكونون معنا بنات ولا شيء يقعدون 70 سنة على ما يحطون ميك اب. ننهي نشوفكم إن شاء الله اليوم على الجاي بآخر كالوس على قولتهم. أي بآخر كواليس إن شاء الله، راح يكون غير عن الرتم الأول والثاني اللي طافوا. والناس اللي توهم يعرفوني أو يعرفون شغلي على الفاشن هاوس على القناة نفسها، ضغطوا على القناة مالتي وشوفوا كل الحلقات موجودة. كنتوا فاضين ولا تبي تتسلون؟ ترى في أشياء جميلة، في حق شخصيات جميلة بالبرنامج. يس يا يا انزين. ف إن شاء الله ليلة الأسبوع الجاي. سو ليه مع الجاي؟ جمع الجاي. أعطيني مالتي شاي. باي باي باي. نشوفكم اليوم على الجاي. راح احطه هذا، شفتوا راح احطه. باي.